النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. وطبعا ما زالت المملكة كما نلاحظ تحت تأثير امتداد الكتلة الهوائية الحارة نسبيا عن المملكة، والأجواء حارة بوجه عام في ساعات النهار، حتى أنها في ساعات الليل الأجواء أدفأ من المعتاد. خرائط توزيعات درجات الحارة في القرب من سطح الأرض، نلاحظ بأن هذه الألوان طبعا في منطقة الخليج العربي والعراق والكويت تنم على وجود كتلة هوائية توصف بأنها لاهبة الحرارة. امتداد بسيط لهذه الكتلة يصل إلى المملكة الذي عمل على ارتفاع درجات الحرارة، ولكن نلاحظ أن غدا الأحد يتوقع أن يدخل هواء أقل حرارة وهو أكثر اعتدالا من البحر المشار إليه باللون الأحمر باتجاه المملكة كما نلاحظ، وهناك انزياح تدريجي لهذه الكتلة الهوائية التي أثرت على المملكة خلال الأسبوع الماضي. يتوقع أن يبدأ تراجعها بشكل ملموس اعتبارا من نهار يوم غدا الأحد مع تحرك هذا الهواء اللاهب بعيدا عن المنطقة بالتحديد شرق البحر الأبيض المتوسط. يوم الاثنين أيضا تبقى الكتلة الهوائية الأكثر اعتدالا بالتأثير على شرقي البحر الأبيض المتوسط، وهناك ارتفاع بسيط متوقع درجات حر يوم الثلاثاء، حيث تقترب من جديد ذات الكتلة الهوائية الحارة بشكل أقل طبعا على المملكة بعد أو بعيد منتصف هذا الأسبوع. الأجواء هذه الليلة في العاصمة عمان أجواء صافية طبعا بشكل عام، درجة حرارة 20 درجة مئوية. هذه الليلة درجات حرارة ستكون أبرد مما كانت عليه في الليلة الماضية ليلة الجمعة على السبت. سنلاحظ خاصة فوق المرتفعات الجبلية نشاطا في سرعة الرياح وأجواء أكثر اعتدال مما كانت عليه الأجواء خلال ليلة الجمعة على السبت. الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة انخفاض ملموس وكبير متوقع. درجات حرارة يوم الأحد تهبط درجة حرارة إلى 29 درجة مئوية في ساعات النهار، بعدما كانت تقريبا يعني يوم السبت 34 درجة مئوية. هناك انخفاض لافت على درجات الحرارة، حتى في ساعات الليل تهبط درجة الحرارة الصغرى ليلة الأحد على الاثنين إلى 19 درجة مئوية في ساعات الليل. تنشط سرعة الرياح ليلة الأحد على الاثنين، ترتفع نسب الرطوبة في الأجواء وتميل حتى الأجواء للبرودة في ساعات الليل المتأخرة. يوم الاثنين 30 درجة مئوية، يوم الثلاثاء 31 درجة مئوية. الأجواء تصبح ضمن النطاق الطبيعي صيفي، أجواء صيفية عادية سواء في ساعات النهار أو في ساعات الليل. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها من الشمال في إربد 30 إلى 22 درجة مئوية مع رياح نشطة غدا، في عجلون 28 إلى 20 مع أيضا رياح نشطة، في جرش 31 إلى 21، وفي المفرق من 31 إلى أيضا 20 درجة مئوية. إذا انتقلنا إلى المناطق الوسطى، نلاحظ في العاصمة عمان 29 درجة مئوية غدا والصغرى 19، في الصل 30 إلى 21، في مادبة 30 إلى 20، ترتفع في البحر الميت إلى 37 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 30 درجة مئوية، وتكون في الزرقاء من 31 إلى 21 درجة مئوية. انتقلنا للمناطق الجنوبية، في الكرك 29-18، في الطفيلة 30-18 درجة مئوية، في جبال الشراء من 27 إلى 16، وتكون 32 إلى 20 درجة مئوية في مدينة معان. أما في خليج العقبة فتكون طبعا بطبيعة الحال أجواء حارة في تلك المناطق، ترتفع العظمى إلى 40 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى إلى حوالي 28 درجة مئوية. ختام هذه الجولة، في المنطقة الشرقية تكون فرواشة 39 إلى 20، بقايا الكتلة الهوائية الحارة تؤثر على أقصى المناطق الشرقية، 36 إلى 19 في الصفاوي و36 إلى 20 في الأزرق، وهناك رياح نشطة وأجواء مغبرة متوقعة في ساعات ما بعد الظهر في منطقة البادية الشرقية. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. المزيد طبعا عن طقس هذا الأسبوع تجدونه أيضا في النشرة الجوية الأسبوعية. كذلك إذا كنتم أو وددتم الاطلاع على الأحوال الجوية المتوقعة خلال شهر 7 شهر تموز، أيضا هناك نشرة جوية شهرية الموقع الإلكتروني والتطبيق، كذلك عبر فيديوهات طقس عرب. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد وأوقات سعيدة أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.